السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم مواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم والجزء رقم عشرة من الفصل السادس هنتحدث عن الستريس ترين أو ترو ستريس ترو سترين طيب أنا لما أجي أبص في الرسمة اللي قدامي اللي هي بتعبر عن الستريس والسترين ودي شكل عام للماتيريال ابص الاقي عندي ده الانجنييرنج وده الترو لما كنا بنحسب من شويه الالتميت تنسايل سترينس لما كنا بنحسب الالتميت كنا بنحسبها الماكسيمم لود على الانيشيال اريا طيب وهل الانيشيال هل الايريا تعتبر عندي ثابته لا الاريا مع الوقت بتقل ولما كنت بحسب الفراكشر ستريس كنت بحسبها الفاينل لود على الفاينل اريا طب بما ان عندي الاريا ما هي السابتة وانا عندي سيجما القانون العام بيساوي القوة على الاريا يبقى كلما صغرت الاريا كلما زاد الايه الاستريس عشان كده لا الترو ستريس كيرف الكيرف عندي بيعلى مش بيقل تمام طيب امال امال ايه القصه شكلها ايه ان في الترو ستريس عشان اقسم الترو ستريس ترو يبقى لازم احسب الاريا اللحظيه في كل لحظه عند كل خطوه من خطوات الاستريس تمام طيب انا بستعيد عن القصه دي بان انا ارسم الستريس سترين كيرف الانجنييرنج وبعدين بعلاقه رياضيه بجيب علاقه ما بين الترو سترين وترو ستريس واقدر ان انا بعد كده لو عاوز ارسم الترو ستريس ترو سترين ارسمه يبقى ترو ستريس ذا لود by باي اكشوال اريا وده الاساس تمام طيب ذا ترو سترين كالكوليتد يوزنج ذا اكشوال اوريجينال دايمنشن جيفن باي الرسم اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي طيب انا دلوقتي لو عاوز احسب التروس ستريس التروس ستريس بيساوي ايه الترو ستريس بيساوي الانجينيرنج ستريس مضروب في واحد زائد الانجينيرنج سترين اما الانجينيرنج سترين هو عباره عن لين الطول الفاينل على الطول الاولاني